السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي الطلاب، أرحب بكم مرة أخرى. بنستكمل مع بعض إن شاء الله درس الشكل الظاهري لنبات زهري. إن شاء الله هنبدأ نستعرض أنواع الأوراق في النباتات الزهرية، وهنستعرض تركيب الزهرة. نبدأ بالأوراق. طبعا الورقة في النبات التركيب الأساسي لها عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزء بيتصل بالساق بنسميه القاعدة، ده بنسميه قاعدة الورقة، وجزء آخر بيحمل الجزء المفلطح ده بعيدا عن الساق، ده بنسميه العنق، بالإضافة إلى الجزء المفلطح اللي عادة بيكون لونه أخضر، ده بنسميه نصل الورقة. إذن الورقة عادة بتتكون من ثلاث أجزاء، هي النصل والعنق والقاعدة. الورقة اللي في الشكل ده كده بنسميها ورقة معنقة، لكن أحيانا في بعض النباتات تجد إن الورقة بتنشأ ملتصقة بالساق مباشرة، يعني بتكون عبارة عن قاعدة ونصل، عبارة عن نصل وقاعدة، فدي بنسميها ورقة جالسة أو ورقة غير معنقة. إذن الأوراق في النباتات قد تكون أوراق معنقة تتكون من نصل وعنق وقاعدة، وقد تكون أوراق جالسة أو أوراق غير معنقة بتتكون من النصل والقاعدة فقط. طيب الأوراق في النباتات بتقسم إلى أوراق بسيطة أو أوراق مركبة. الأوراق البسيطة مقصود بيها الأوراق اللي النصل بتاعها بيكون مكون من قطعة واحدة فقط وغير مقسم أو مجزأ إلى أجزاء. يعني لما نيجي نشوف الأشكال اللي قدامنا دي كلها من الأوراق في النباتات المختلفة، كل دي بنسميها أوراق بسيطة، لأن النصل بتاعها كله عبارة عن إيه؟ قطعة واحدة، سواء كان النصل كامل بالشكل ده أو مفصص مثلا، يعني في أماكن غائرة أو عميقة شوية بالشكل ده كده، دي كلها بنسميها إيه يا شباب؟ بنسميها أوراق بسيطة، نصلها مكون من إيه؟ من قطعة واحدة فقط وغير مجزأ إلى أجزاء. لكن لما نيجي نشوف الأوراق المركبة اللي هو النوع الثاني من الأوراق، بنجد إن النصل بتاع الورقة أصبح مجزأ إلى أجزاء منفصلة عن بعضها تماما، فنجد إن النصل هنا أصبح عبارة عن مجموعة وريقات جنب بعضها. شايفين هنا كل إيه؟ كل ورقة أصبحت عبارة عن مجموعة وريقات منفصلة عن بعضها تماما. فإذا الأوراق اللي بالشكل ده كده، اللي هي بتتكون من مجموعة وريقات منفصلة عن بعضها، دي بنسميها أوراق مركبة. زي احنا شايفين مثلا دي ورقة مركبة ريشية، لكن شكل زي ده مثلا بنسميها ورقة مركبة راحية. المهم اللي احنا فاهمين ان الورقة البسيطة نصلها قطعة واحدة غير مجزأ إلى أجزاء منفصلة، لكن الورقة المركبة النصل بتاعها بينفصل عن بعضه أو بيجزأ إلى أجزاء منفصلة تماما عن بعضها، زي الأوراق اللي أمامنا دي.